اهلا بكم احبائي المشاهدين والمشاهدات من متابعي برنامج اقوال النبوه، برحب بكم في حلقه جديده من البرنامج واشكركم على المتابعه وعلى التفاعل مع البرنامج. واحنا حاليا خلاص هانت، قربنا نخلص يعني النصوص والموضوعات اللي هي علاقه بضيقه يعقوب. حاليا بندرس سلسله من الحلقات دي، الحلقه رقم تقريبا 14 حلقه، بندرس فيها نصوص كتابيه لها علاقة بالألم، فترة الألم والضيقة التي سيجتازها الشعب اليهودي، الأمة الإسرائيلية في نهاية الأيام، وستؤدي إلى تنقيدهم وإيمانهم بالرب يسوع المسيح. قبل ما أبدأ مع حضراتكم الحلقة، بس عايز أفكركم وأفكر نفسي بنقطة مهمة جدا بخصوص برنامج أقوال النبوة، أن هذا البرنامج هو برنامج دراسة كتاب مقدس، هو برنامج هدفه هو فهم نصوص الكتاب المقدس. يعني إيه؟ يعني اللي هندرسه النهاردة مش الهدف منه أن احنا ندرس موضوع أو قضية، لكن الهدف هو أن احنا ندرس حاجة تساعدني على فهم النص الكتابي. ما درسناه من نبوات في سلسلة ضيقة يعقوب سيساعدنا على فهم إصحاحات مهمة. يعني أنا أعتقد أن احنا حاليا لما نقرأ تثنية 4 أو أرمية 30 أو أرمية 31 أو حزقيال 20 أو ميخا 2 أو زكريا 12 و 13 و 14، حبقوق 3، ملاخي 3 وملاخي 4، رؤية 12، كل دي إصحاحات من الكتاب المقدس. بسبب دراستنا للنصوص النبوية المتعلقة بضيقة يعقوب، لما يحصل ان احنا نفتح هذا الاصحاح في يوم من الايام نبقى عارفين بيتكلم عن ايه. وده هدف البرنامج، انا مش هدفي الموضوع، هدفي النص الكتابي. في حلقات اللي فاتت اتكلمنا عن هروب اليهود او تجميع اليهود، بعض الناس بيحبوا يسموا ان ده تجميع لليهود او هروب اليهود، ما تفرقش. طبعا انا بستخدم تعبير هروب اليهود لان الرب يسوع في متى 24 قال حينئذ ليهرب الذين في اليهودية الى الجبال، الى المنطقة الجبلية، الى الموضع المعد، المرأة التي هربت الى البرية في رؤية 12 او رؤية 12 6 او رؤية 12 14 اعطيت جناحي النسر العظيم علشان تطير الى البرية الى موضعها، الموضع المعد لكي يعلوها هناك. درسنا ان هذا الموضع، درسنا نبوتين كمان، ان الهدف من التجمع ده او الهروب سواء من اليهودية او من كل دول الشتات هو تنقية الشعب الاسرائيلي. درسنا الكلام ده واحنا بندرس حزقيال 20، ودرسنا الكلام ده واحنا بنتكلم عن ارمية 31، وبعد كده درسنا نبوة ميخا اللي قالت لنا بالتحديد، بدأت تكشف لنا عن الموضع ده فين بالظبط، مسميها بصرة او بترا او البتراء او جنوب مملكة الاردن الحالية، جنوب غرب الاردن. وبعد كده درسنا النص المهم جدا، اني اجمع جميعك يا يعقوب، اضم بقية اسرائيل، اضعهم معا كغنم بصرة او كغنم الحظيرة زي مكتوبة بين ايدينا، ولكن في النسخة اللي بين ايدينا، ولكن حرفيا كغنم بصرة. ثم درسنا نبوات عن آصل، زكريا 14، جواء جبال الله التي تؤدي إلى آصل، درسنا العلاقة بين آصل وبين أزيل في تيس عزازيل، درسنا حجر الافتراق في صمويل الأول 20، درسنا حبقوق 3 وشفنا كيف رأى حبقوق الضيقة العظيمة بعين النبوة، بعين رأى رؤية مستقبلية، وبدأ وهو مرتعب من لما شاف حجم الضيق اللي بينسكب على الغضب الله اللي بينسكب على العالم، وصلى الصلاة الشهيرة بتاعته في حبقوق 3، ودرسنا حبقوق 3 عددين الأولانيين. المرة دي بقى هنكمل هذه النبوءة الشهيرة، وانا عايز اقول لكم ان سفر حبقوق مش مجرد عدد 17 و18 و19 بس، سفر حبقوق اكتر بكتير جدا واهم بكتير جدا من الثلاث اعداد الشهيرة اللي احنا بنرنمها وبنقراها وبنسمع عنها عظات كتيرة جدا. طيب تعالوا نروح للنص اللي هندرسه النهاردة ونقراه مع بعض، علشان خاطر احنا كنا علشان نوفر الوقت، يعني كنا وقفنا قبل كده: يا رب عملك في وسط السنين أحييه، في وسط السنين عرف، في الغضب أذكر الرحمة. وبعد كده أرينا الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران سلاه. من أول هنا هنبدأ النهاردة، يقول لنا الكتاب سلاه: جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه
وكان لمعان كالنور له من يده شعاع. وهناك استطار قدرته. قدامه ذهب الوباء، وعند رجليه خرجت الحمى، وباقي الآيات اللي موجودة في حبقوق 3. وقفنا المرة اللي فاتت إن كيف سيحتضن الله الموضع المعد في البرية، سوف يأتي الله إليه أو يعود الله منه وهو يحتضنه. كل المساحة بتاعت أرض تيمان أو أرض مؤاب أو أرض بصرة تمتد من تيمان إلى جبل فران. وبعد كده يقول الكتاب المقدس كلمة أعتقد إن هي مشهورة سلاه. نصل بذلك إلى أهم كلمة في النص بالنسبة لي، وكلمة سلاه كلمة مشهورة من سفر المزامير، اتكررت في سفر المزامير 71 مرة. يعني لو الواحد فينا أو واحدة مننا أو واحد مننا بيصلي بالمزامير، بيقرأ المزامير، بيدرس المزامير، هيقرأ الكلمة دي سلاه 71 مرة. تكررت هذه الكلمة في المزامير، وثلاث مرات في حبقوق 3. جت ثلاث مرات في حبقوق 3، موجودة تاني في العدد دوة وفي عدد 9 سلاه. اتكررت ثلاث مرات في حبقوق 3. 3 و71 مرة يبقى 74 مرة. 74 مرة بنقرأ الكلمة دي في الكتاب المقدس. طيب معناها ايه؟ للأسف ما نعرفش. وموضع يعني أهمية الحلقة بتاعت النهاردة إن هي تساعدك أو هتساعد حضرتك إنك تعرفي يعني إيه كلمة سلاه اللي إحنا بنرددها 74 مرة في الكتاب المقدس. بالنسبة لحبقوق 3، للأسف بعض الترجمات، يعني الترجمات اختلفت في التعامل مع كلمة سلاه. بعض الترجمات تجاهلت الكلمة كأنها مش موجودة. يعني اللي يفتح من حضراتكم الـ NIV أو الـ New International Version، وده ترجمة مهمة جداً للكتاب المقدس. معلش أنا بقول أحياناً بعض الكتب الإنجليزي، الكتاب المقدس بالإنجليزي، لأن أنا عارف أن عدد كبير جداً من حضراتكم اللي بيتفرجوا علينا ما بيقروش الكتاب المقدس بالعربي، بيقروه بالإنجليزي لأنهم عايشين بره، عايشين في أمريكا، في كندا، في أوروبا وهكذا. الـ NIV اهو قدامكم، الآية دي في الكتاب المقدس موجودة قدامكم، ما فيهاش سلاح خالص اهو. يعني بعد كلمة the mount paran his glory covered the heavens and his praise filled the earth. فين بقى سلاح؟ ترجمة هنا ريحت نفسها وشالت الكلمة خالص. يعني ايه؟ تجاهلوا هذه الكلمة. نفس الكلام New Living Translation اهي قدامنا، ما فيهاش كلمة سلاح. شايفين؟ بعد باران his، ودخلنا في الجزء اللي بعده بعد كده على طول ما فيهاش سلاح. الكونتمبوري انجلش فيرجن نفس الكلام، تجاهلتها. الجود نيوز ترانسليشن تجاهلتها. المهم اذا في بعض الترجمات لان الكلمه دي صعبه وصعبه الفهم وصعبه الترجمه تجاهلتها. ترجمات تانية كمان راح تضمتها للايه اللي جايه. يعني لو انتوا شفتوا حضراتكم بعض الترجمات هتبقى ضمتها للايه اللي جايه. يعني لو رحتوا مثلا الانجليش ستاردند فيرجن اهي قدامنا، بعد ما قال the holy one from mount paran نقطة سلاه his splendor، إذن كلمة سلاه هنا اعتبرها جزء من الجملة اللي جاية. ده كلام English Standard Version رغم انها ترجمة محترمة. الـ ESV عملت كده، برين ستادي بايبل هي قدامنا عملت كده، هولمن كريستيان ستاندرد بايبل عمل كده، انجلش ريفايزد فيرجن عمل كده. ترجمات مختلفه كتيره جدا اعتبرتها بدايه الجمله اللي جايه. طيب في ترجمات ثالثه بقى ريحت نفسها عملتها لوحدها جمله. يعني ايه؟ بعد كلمه فران او باران حطت نقطه، وبعدين سلاه نقطه، وبعدين جمله ثالثه وكملتها، زي كينج جيمس فيرجن. وزي على فكره الترجمه العربي، الترجمة العربي لو حضراتكم فاتحين الكتاب المقدس اللي بين ايدينا اللي هي فان دايك، هتلاقي القدوس من جبل فران نقطة، سلاه نقطة، جلاله غطى السماوات نقطة. كينج جيمس فيرجن عملت كده برضو اهي قدامنا على الشاشة اهو، فروم ذا ماونت فران نقطة، سلاه نقطة، هيز جلوري كفرد ذا هيفنز، وهكذا. اذا هل سلاه لوحدها جملة؟ نيو امريكان ستاندرد بايبل عملت نفس الكلام اهي قدامنا على الشاشه. انا ليه استعرضت الكلام ده كله؟ عايز اقول لكم ان في ترجمات كتيره جدا مش فاهم او مش عارفه تتعامل ازاي مع كلمه سلاه دي. غالبيه المفسرين والشراح في كتب التفسير يقولوا لنا ايه؟ ما نعرفش معنى للكلمه دي، احنا مش عارفينها، فبيحاولوا يفصلوا معنى ليها.
قدس أبونا متى المسكين في تفسير سفر المزامير بتكلم عن في المجلد الأول اتكلم عن كلمة سلاح، عمل لها كده يعني فصل كده وشرح الكلمة دي وقال بمنتهى الصراحة احنا ما بنعرفش ترجمة هذه الكلمة ايه، تفسير هذه الكلمة ايه. تعالوا بقى نرجع للأصل بتاعنا ونحاول نفهم احنا بقى كلمة سلاح أو سيلة. خلي بالكم بقى هي كلمة عبرية تتنطق نفس النطق لكن تتكتب بثلاث أشكال والاختلاف هي الفاولز، هي التشكيل بتاع الكلمة، ودي ظاهرة عادية حتى في العربي كده. يعني في العربي في كلمة ممكن تتكتب بالرفع أو الكسر أو الضم، يعني ما كان ده موجود بنفس المعنى. الحقيقة دي ظاهرة في اللغات السامية العربي والعبري وهكذا، والحقيقة إن الثلاث كلمات دي هي ليها نفس المعنى الواحد وإلا مش هنفهم. فهي نفس الكلمة ولكن تتكتب بتشكيلات مختلفة. تعالوا بقى عندنا إيه؟ عندنا أول كلمة، إحنا قلنا عندنا ثلاث تشكيلات، يعني عندنا ثلاث رسوم للفكرة، وأنا هحط على الشاشة العبري، وأنا ما أقصدش إن حضراتكم لازم تقروا عبري بس أنا عايزكم تبصوا كده هتلاقوا تقريبا هي نفس الكلمة ما عدا تشكيلات صغيرة. يعني كل كلمة عبرية ليها رقم، والرقم ده عمله واحد في قاموس اسمه قاموس سترونج، ولكن كل العالم دلوقتي بقى ملتزم بالأرقام دي. فأنا هكتب لكم الرقم عشان لما نيجي نقول الكلمة الأولى والتانية والتالتة ما انتهش من بعض. طيب أنا عندي الكلمة رقم 353 5 5 5 3 في قاموس سترونج أهي، هذه الكلمة العبرية قدامنا على الشاشة، ثلاث حروف أهي بالعبري وفي نقط كده وشرط صغيرة تحت الكلمة دي التشكيل بتاع الكلمة في العبرية. ايه الكلمة اللي قدامنا دي؟ كلمة سيلا. سيلا بتتكون من ثلاث حروف اهي، الحرف الاولاني المدور ده حرف السامخ واللامد والإين، سامخ لامد إيم، ده بالعبري يعني مش مهم. الإين سايلنت على فكرة، يعني اللي هي زي حرف العين عندنا، حرف العين هنا سايلنت. يعني ايه سايلنت؟ يعني ما تتنطقش. فلو انتوا نطق، لو حد من حضراتكم يعرف يقرا عبري اللي مكتوب قدامنا ده ايه؟ سيلا. سيلا دي كلمه، والكلمه دي بالتشكيل ده موجوده في الكتاب المقدس، موجوده في الكتاب المقدس 59 مره بالتشكيل ده جت الكلمه دي في الكتاب المقدس. معناها ايه؟ معناها صخره، معناها حجر. وده الاصل، ده المعنى الاصلي للكلمه. كلمه سيلا الكلمه اللي قدامنا دي اللي هو المعنى الاصلي معناها حجر صخره، وجت 59 مره في الكتاب المقدس وترجمت صخره، زي مثلا سفر العدد 20 8 و10 جت الكلمه دي ومعناها ايه؟ معناها صخره. طيب يبقى دي اول كلمه، تعالوا نشوف الكلمه الثانيه. الكلمه الثانيه هنا اهو كان نكتبها رقم 5554، دي كلمه اهي نكتب بالعبري قدامنا زي اللي فوق بالظبط. الاختلاف ايه لو دققتوا في الشاشه؟ الاختلاف هو التشكيل، برضو سامخ لامد إين، بس الإين هنا بقى نطقناها. حد يقول لي ليه؟ اقول له هو كده، لكن هي نفس الكلمه، بدل ما يتقال سيلا بقت سيلا أو سالع. الكلمة دي بقى هنا اللي اتنطقت فيها حرف النون هي رغم نفس الكلمة، هي نفس الكلمة واللي واخدة رقم مختلف في قاموس سترونج، هي كلمة سالع. وسالع دي موجودة في الكتاب المقدس؟ طبعا موجودة في الكتاب المقدس ثلاث مرات، في ملوك الثانية 14 7 وفي أشعياء 16 أول الآية في أول إصحاح، وفي أشعياء 42 ونبوة مهمة وهنجيلها بعد شوية. إيه سالع دي؟ سالع ده اسم بلد. اسم بلد، اسم بلد هاجي لها بعد شويه اقول لكم ايه هي سالع دي، لكن خليكم فاكرين دلوقتي اسم بلد موجوده برضو اسمها سالع. وليه اسمها سالع؟ لانها بلد كلها حجاره، بلد مبنيه على الجبل، ولان كلمه سيلا يعني صخره او حجر، فبقت البلد دي اسمها بلد الصخره او الحجر او سالع، وننطق كمان العين او الإين. لكن هي نفس الكلمة؟ نفس الكلمة، وانا هثبت لكم دلوقتي بالدليل الكتابي انها نفس الكلمة. طيب عندي كلمة ثالثة رقم 5542 اهي، ثلاث حروف برضو وتبدأ برضو بالسامخ واللمد، ولكن هذه الكلمة فيها في الاخر هي ما تنتتهش بقى زي العربي، هي تنطق بالالف او الهي واحد. سيلا
ولا سيلة؟ دي بقى تتنطق في الآخر هي، مش عين زي سالع، رغم هي نفس الكلمة، هي نفس المصدر، نفس الكلمة، تتنطق آخرها هي. فبنقراها بالعربي إيه؟ سيلاه. طب يعني إيه سيلاه دي؟ ما نعرفش. اللي هي موجودة في المزامير 71 مرة، وحبقوق 3 مرات، يعني موجودة 74 مرة في الكتاب المقدس. إذن عندي هذه الكلمة بصور 3، معناها الأصلي صخرة، ومعناها كاسم مكان هي بلد، بلد الصخرة أو بلد الصخور أو سالع، أو تيجي وننطقها من غير ما نبقى عارفين معناها إيه، علشان خاطر الآية صعبة، الآية مش مفهومة، الكلمة دي في الآية مش مفهومة. وليه مش مفهومة؟ احنا بقى عارفين، لان لها معنى نبوي، لها، ما فيش حاجة اسمها مش مفهومة، ده اشارة نبوية مهمة جدا. اذا عندي 3 كلمات في العهد القديم، التلات كلمات هم كلمة واحدة، لكن المفسرين والدارسين خلوهم 3 كلمات مختلفة، كلمة بمعنى صخرة، والكلمة دي اسم بلد هي هي فسموها سالع اللي معناها صخرة، وهي هي بس مش فاهمين معناها في الجملة، فبننطقها بنفس النطق العبري سيلة أو سيلاه، سيلة هو نفس الكلام. عندي أدلة من الكتاب المقدس إن الثلاث كلمات كلمة واحدة، عندي أدلة وأدلة قاطعة. أحد في القصص، واحد من الملوك في قصص الملوك في سفر الملوك الثاني، نقرأ عن 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 ملك عظيم اسمه أباصية. أماصية الملك ده كان ملك عظيم في ملوك الثاني عدد إصحاح 14، يقول لنا الروح القدس إن الراجل ده عمل حرب عدد 7 وقتل من آدوم. فاكرين آدوم؟ المنطقة بتاعت البصرة، المنطقة اللي هي جنوب الأردن، منطقة آدوم، خلاص بقى عرفناها بقى، اتعودنا، اتكلمنا عنها كذا مرة في كذا حلقة. هو راح المنطقة دي وعمل حرب في وادي الملح، قتل 10,000 شخص وأخذ مدينة سالع بالحرب. مكتوب كده في ملوك الثاني 14، أخذ سالع بالحرب ودعا اسمها يقتئيل إلى ذلك اليوم. الكلام ده في ملوك الثاني إصحاح 14. في أخبار الأيام الثاني في نص موازي. يعني نص موازي؟ يعني نفس القصة موجودة في سفر ثاني، زي ما موجودة في ملوك الثاني موجودة في أخبار الأيام الثاني إصحاح 14. يقول لنا عدد 11 ايه؟ واما أمصية فتشدد واقتاد شعبه وذهب الى وادي الملح وضرب من بني سعير، بني سعير هي نفس الكلام ادوم، 10,000 و10,000 احياء سباهم واتى بهم الى ايه؟ سالع. اخبار الايام التانية صح 25 عدد 12 نعرف ان هو راح سالع، نفس الكلام. يبقى نفس القصة، نفس الحدث التاريخي، أمصية في ملوك الثاني راح سالع، وأمصية في أخبار الأيام الثانية برضو راح سالع. جميل جدا. إيه اللي أنا عايز أقوله؟ يعني إذن هو نفس الشخص، نفس القصة، نفس الحدث، نفس المدينة، في الترجمة العربي هنا سالع وهنا سالع. طب هتقولي إيه المشكلة؟ هقولك المشكلة إن في العبري سالع الأولى، سالع الأولى في ملوك الثاني هي الكلمة 5554 سالع في قاموس سترونج. طيب أخبار الأيام مش استخدم نفس الكلمة؟ لا، ما استخدمش نفس الكلمة، استخدم 5553. إذن الروح القدس استخدم الكلمة دي في قصة، واستخدم الكلمة دي في قصة في مكان تاني عن نفس القصة. إذن حتى مدينة سالع ذكرت بصورتين. علماء الكتاب بقى والدارسين اللي قالوا لنا دول 3 كلمات مختلفين وادولهم أرقام مختلفة وتوهونا معاهم وخلونا مش فاهمين، كانوا بيتوهونا. أهو النص قدامنا، أهو ملوك الثاني وأخبار الأيام الثانية بيتكلموا عن حاجة واحدة، مرة استخدم فيها التشكيل ده ومرة استخدم فيها التشكيل ده، في الحقيقة هي كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط من 3 حروف في العبري، معناها حجر، معناها صخرة، معناها جبل. ممكن تيجي بمعنى كلمة حجر أو صخرة، ممكن تيجي بمعنى بلد اسمها بلد الحجر أو بلد الصخرة اللي هي سالع، ممكن تيجي كمان في نص عبري ومش فاهمين معناها إيه،
كتب لنا المترجم الكلمة بالعبري سلاه، ولكن في الآخر خالص أنا عندي كلمة واحدة سيلة أو سلاه، اللي بيقولوا عنها المفسرين إحنا مش عارفين معناها إيه في الحقيقة. لأ، هم بس مش قادرين يفهموا معناها في الجملة دي إيه. زي حبقوق 3، زي 74 نص كتابي، 74 إصحاح، 71 مزمور، وإصحاح كامل في حبقوق، مش قادرين نفهم بالظبط كلمة كتبها الروح القدس اسمها كلمة سيلة، رغم أن هذه الكلمة كتبت بالروح القدس من أجل هدف معين. نكمل مع بعض، ولكن أستأذنكم في فاصل قصير. أهلا بكم أحبائي المشاهدين والمشاهدات من متابعي برنامج أقوال النبوة بعد الفاصل. وكنا بندرس دلوقتي كلمة هي كلمة نبوية على فكرة، عشان كده دي أهميتها. كلمة اللي مش هيقدر يفهم نبوات الكتاب المقدس المستقبلية مش هيقدر يفهم هذه الكلمة، رغم أنها كلمة مشهورة جدا. سلاه بنقراها 74 مرة في الكتاب المقدس، 71 مرة في المزامير، وثلاث مرات في سفر حبقوق. وقلنا ان سلاه الاصل هي كلمه واحده، هي كلمه سيله، ودي كلمه معناها صخره او حجر. هذه الصخره او الحجر اتسمت بيها بلد اسمها سالع، وجت احيانا في نص نبوي ما يتفهمش بسهوله، لكن لا ننسى انها كلمه واحده معناها حجر او اسم هذه المدينه. خلي بالكم في العبري، علشان مره واحد بعت لي بسبب ان انا قلت معلومه عن موضوع الحجر ده، لكن خلي بالكم في العبري في كلمتين بمعنى حجر. ابن بالعبري معناها حجر، وسيلة بالعبري معناها حجر أو صخرة، في كلمتين. لأن في حد ركز مرة على كلمة ابن، لا وفي صح طبعا، ابن يعني حجر، لكن كلمة، وإحنا جبنا سيرة الكلمة دي قبل كده، لكن سالع برضو معناها حجر. اللي يهم هنا سالع أو سيلة أو سيلة، الكلمة اللي هي من ثلاث حروف دي اللي قدامنا على الشاشة اهي، دي كلمة عبرية جت ثلاث مرات في العهد القديم بالتشكيل ده اللي قدامك. جت في ملوك الثاني 14، الكلمة دي بالتشكيل ده العين تتنطق، رغم انها موجودة في الكلمة الاولى بس كانت سايلنت، فمننطقها ايه؟ سالع. الكلمة دي جت ثلاث مرات في ملوك الثاني 14، وجت في اشعياء مرتين في نبوة مهمة، نبوتين عن نفس الكلام، عن نفس القصة، عن نفس الموضوع، في أشعياء 16 وفي أشعياء 42. سالع يعني مدينة الصخرة. يعني ايه مدينة الصخرة؟ الرومان لما راحوا الحتة بتاعت الأردن في العصر الروماني واحتلوا منطقة إسرائيل كلها بما فيها، زمان كانت دولة إسرائيل الشرق والغرب بتاع نهر الأردن، فكان شرق الأردن ده جزء من مملكة إسرائيل، وبعدين تنزل تحت هتلاقي بقى آدوم ومؤاب وعمون وكده. فلما الرومان راحوا احتلوا المنطقة دي كلها قالوا البلد اسمها ايه؟ قالوا اسمها الصخرة، سالع يعني الصخرة. وبصوا حواليهم لقوا فعلا البلد كلها صخور وأحجار وجبال حجرية وصخرية، فسموها باليوناني الصخرة. طيب باليوناني كلمة صخرة يعني ايه؟ يعني بترا. بترا بترا، عارفين القديس بطرس الرسول؟ بطرس الرسول اسمه بترا باليوناني، بترا بطرس يعني بيتر يعني الصخرة. الرب يسوع قال له كده، أنت بطرس، أنت البترا، وعلى هذه الصخرة، شاور على جسده هو الرب يسوع، أبني كنيستي. أنا بس عايز أفكركم بالكلمة. فسموها بترا، ولغاية النهاردة اسمها منطقة البتراء في الأردن، لكن هي نفس الكلمة، سيلة يعني سالع يعني صخرة يعني بترا، كل حاجة. أو بصرة بالنبوة، ذكرت بكلمة بصرة في النبوة، وإحنا درسنا بالكامل درسنا النص ده بالكامل، يعني في أشعياء الكلمة موجودة في أشعياء 42، وبرضو ده نص نبوي. غنوا للرب أغنية جديدة، تسبيحه من أقصى الأرض، أيها المنحدرون. منحدرون يعني إيه؟ يعني اللي جايين، اللي جايين جري هربا. اليهود هيجوا هربا من كل دول العالم، المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها، لترفع البرية اليهود. ده نص نبوي في أشعياء 42،
بيتكلم عن تجمع اليهود في نفس المنطقة لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا. وهنيجي للكلام ده بعد شوية لما اليهود هيهتفوا وهيسبحوا الله من جبال سالع. النبوة في أشعياء 42 بتتحدث عن هذا. ليه؟ لأن الرب كالجبار يخرج كرجل الحرب ينهض يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه. سالع هي نفسها البتراء، سالع هي نفسها البتراء الحالية، وهي منطقة سياحية شهيرة النهاردة ومعروفة حتى في اللغة العربية باسم سلع أو سالع، سلع يكتبوها سلع في بعض الكتب العربية القديمة. تمام؟ إذن نحن نتحدث عن كلمة سلاه، يعني سالع، يعني بطرة، يعني بصرة، يعني الموضع المعد في البرية. نيجي بقى دلوقتي لنقطة مهمة جدا، يعني إيه اللي تقال هنا بقى في حبقوق؟ حبقوق 3، تعالوا نرجع لحبقوق 3. الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فران، أو الله ذهب إلى تيمان والقدوس إلى جبل فران حيث الموضع سلاه. في العربي اللي قدام حضرتك بعد فران في نقطة وسلاه نقطة، بس العبري مش كده. العبري المترجم عايز يكتب حاجة تتفهم فمش عارف يكتبها ازاي، ومش عايز يفسر تفسير نبوي او ما يعرفش تفسير نبوي. لكن بالتأكيد الفقرة هنا ممكن ما فيهاش النقطة دي، ما فيهاش العلامة دي. الكلام هنا معناه ايه؟ مال الكلام معناه حيث سلاه، حيث سلاه. أبونا متى المسكين على فكرة لو رحتوا معظم كتب التفسير وشفتوا كلمة سلاه يعني ايه، يقولك سلاه دي واقفة بين فقرتين. يقولك المرنمين وهم بيرنموا المزامير كانوا يقولوا فقرة وبعد كده يقفوا مقطع موسيقي وبعدين فقرة تانية. فيعني كلمة وقف ومقطع موسيقي؟ يكتبوا لك كلمة سلاه. ده رأيي في التفسير، يعني ده أكتر رأي شائع. هو أبونا متى المسكين في تفسير المزامير المجلد الأول اللي هو المقدمة الطبعة الأولى سنة 2002 صفحة 86 و87 شرح الرأي ده. وبعد ما شرحه قال بس بصراحة الكلام ده مش منطقي. ليه؟ لأن عندنا أوضاع كتيرة جدا كلمة سلاه جت في الآخر، في آخر المزمور. فين بقى الفقرتين؟ يعني مزمور 3، مزمور 3 بينتهي بكلمة سلاه للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك سلاه. فين بقى الفقرة التانية؟ مفيش. أبونا متى كاتب كده وشارح، فبيقول الرأي ده مش منطقي. على فكرة مزمور 3 نبوة عن تجمع الشعب اليهودي في هذا الموضع في المستقبل. على شعبك بركتك ستحل في سيلة، في سلاه، في سالع، في الموضع المعد في البرية. الرسول كانت تترجم كده. عشان كده ابونا متى في الكتاب ده اللي انا قلت عليه يقول ايه في صفحه 86 و87، ان كلمه سلاه تعبير قديم غير معروف عمله. تمام. الحقيقه انها كلمه نبويه. سلاه يعني حجر، يعني بطرة، يعني بصرة، يعني منطقه، الموضع المعد في البريه. فلما يقول هنا بقى حبقوق النبي لما يستخدم كلمه سلاه عايز يقول في الموضع الذي المعد في البريه، في سلاه. الله جاء من تيمان، القدوس من جبل فاران، في سلاه. الله بيحتضن هذا الموضع في سلاه، في بترة، في بصرة، في الموضع المعد في الجلل. وضحت دي نقطة مهمة جدا. معلش ضيعنا تقريبا تلت الحلقة في شرح كلمة سلاه، لأن لو البرنامج ده هدفه كده احنا عايزين ندرس بعض القضايا. انا مش يعني الهدف الأساسي مش دراسة ضيق يعقوب، لكن لما درسنا ضيقة يعقوب كويس بالتفصيل ودرسنا كل النبوات اللي عليها بقدرنا نفهم تطور الموضع المعد في البرية لغاية ما وصلنا إلى كلمة سلاه. نقدر نفهم بقى لما نقرا في المزامير 71 مرة أو في حبقوق 3 ونقرا كلمة سلاه، نعرف دي مش كلمة ملهاش معنى زي ما معظم المفسرين بيقولوا، ده كلمة نبوية معناها هذا هو الموضع المعد في البرية. نكمل بقى باقي النبوة لأن لها معاني نبوية مهمة جدا. يقول الروح القدس جلاله غطى السماوات. عندما يأتي الرب إلى سلاه، عندما ينسكب غضب الله على العالم كله ما عدا سلاه زي ما هنشوف بعد شوية، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه.
مجموعة جمل نبوية هنقراها مع بعض بداية من الجملة دي لا يجب التعامل معها على إنها بلاغة لغوية. لما نقرأ الكلام ده وناس كتير جدا بتكرر هذه الآيات كأنها بلاغة، حشو في الصياغة غير مقصودة، لا ده كلام نبوي مهم جدا له معاني مهمة جدا نبوية. جملة جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه، طبعا دي بتفكرنا بإيه؟ طبعا بتفكرنا بتسبيحة الملائكة ساعة ميلاد الرب يسوع، ساعة المجيء الأول. دي الجملة الشهيرة بتاعة المجيء الأول، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، ده لوقا 14:2. لكن في المجيء الثاني هيبقى في حاجة تانية، اللي هي إيه؟ اللي هي جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه. دي تسبيحة المجيء الثاني. هنلاقي هنا بقى إيه؟ هنلاقي الجلال، جلاله غطى السماوات. على فكرة الكلمة هنا مش جلال، لأن الجلال في اللغة العربية هي العظمة، الجلال في اللغة العربية هي العظمة، هي الكبر، حاجة كبيرة. كلمة جلال في العربي يقولوا إيه في العربي؟ ناقة جلالة، يعني ناقة ضخمة. الجلال في العربي يعني الضخم. لما يقولوا في اللغة العربية جلال الله يعني الله الكبير، الله الضخم، الله الكبير، ده المعنى الأصلي للكلمة. لكن في العبري الموضوع مختلف شوية. كلمة جلال، الكلمة الأصلية هنا في العبري اللي ترجمناها بجلال هي هد. هد بالعبري معناها الجمال، مش الضخامة، الجمال، الروعة، the beauty، يعني الجمال، العظمة، splendor. هتلاقوا ترجمات كتيرة جدا بالإنجليزي هنا كتبت كلمة splendor. لكن الجلال هو الماجستي، لكن هنا احنا بنتكلم عن جلوري، عن بيوتي، عن جمال، معنى الكلمة حرفيا. وخلي بالكم بقى انا دخلنا بقى في النبوة هنا، انا هكلمكم عن حاجة خطيرة جدا هتحصل على الارض في اللحظة دي. لما يقول روح القدس ان الجمال بتاع الله هيبقى يغطي السماوات، طب والارض ما فيهاش جمال؟ في هذه اللحظة مش هيبقى فيه جمال في الارض، هيبقى فيه خراب في الارض. كلمة الجلال هنا ترجمناها في مواضع تانية كتيرة جدا الى البهاء. هي نفس الكلمة، يعني نفس الكلمة العبرية اللي ترجمناها هنا جلال وهي هد بالعبري، اترجمت في أخبار الأيام الأولى 16 البهاء، استرجمت البهاء والعز. مزمور 8:1 لبس المجد والبهاء، مزمور 21:5 نفس الكلمة البهاء. إذن ليه؟ لأن الأرض سوف تخلو من الجمال في اللحظة دي. إحنا دلوقتي بنتكلم عن لحظة صعبة جدا جدا جدا، عندما ينسكب غضب الله على العالم في القضاء والدينونة في الأسبوع الأخير في 7 سنين، لحظة عودة فصل الله اليهود عن هذا العالم لتنقيتهم وإرجاعهم واقتبالهم، في هذه اللحظة هيبقى الجمال مفتقد على الأرض، الجمال هيبقى فوق في السماء. ده اللي بتقوله النبوة، جلاله غطى السماوات يعني بهاؤه، جماله غطى السماوات، مفيش على الأرض. النبوة عايزة تقول بشكل غير مباشر سوف نفتقد الجمال الإلهي، البهاء الإلهي في الخليقة على الأرض. ليه؟ هقول لكم منتهى الصراحة، سوف تعاني الأرض في تلك اللحظة من ضربات، تقريبا ضربات نووية، وإحنا هنكمل النبوة دلوقتي وهنثبت الكلام ده. طب ايه اللي هيبقى موجود على الارض في اللحظه دي؟ في منطقه سلاه، في منطقه بصرة، في الموضع المعد في هيبقى في التسبيح زي ما قرينا عنه في اشعياء 1:42. نقرا هنا كمان والارض امتلأت من تسبيحه، الارض امتلأت من تسبيحه. الكلمه العبريه هنا هي كلمه التهليل، يهلل. الأرض امتلأت بالتسلية، بالهتاف، بالصياح، بالإنشاد. الفعل هنا معناه التهليل، التهلل. يبقى عندما يحل الرب بغضبه على العالم كله وتمر البشرية بالألم القضائي الدينوني الرهيب دوة، يحصل إيه؟ يحصل في هذا الموضع فقط تكون العزلة وتكون الحماية. عدد 4 بقى بيقول كلام خطر جدا، وانا اعتقد ان معظم اللي بيقراه مش فاهمينه.
كان لمعان كالنور له من يده شعاع وهناك استتار قدرته. يعني ايه الكلام دول؟ ده كلام ما بيتفهمش. اي نظرية اخرى للتفسير يعني بصوا حبقوق ثلاثة ده ليه ثلاث نظريات في التفسير. ناس تقول ده بيتكلم عن الخروج من ارض مصر. طب ايه حكاية كان يعني اللي احنا قريناه دوه يفهمها لي ازاي؟ كان لمعان كالنور له من يده شعاع وهناك استتار قدرته، ايه علاقه دوه بخروج من ارض مصر؟ ناس ثانيه تقول ده التجسد المجيء الاول، طب برضه مش فاهمين. النظريه الثالثه عن المجيء الثاني وده صح تماما، دي نبوه اخرويه عن فتره الضيقه العظيمه عن ضيقه يعقوب. ده التفسير الوحيد، لان في جبل سيناء في الخروج من ارض مصر محلش كده، حل مجد الرب على جبل سيناء وغطاها السحاب ستة ايام، وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب زي ما بيقول سفر خروج 24. لكن الله ساعتها ما ظهرش بشكل نور. ايه اللي حصل؟ يقول في عدد 17 كان منظر مجد الرب ده كايه؟ ده في الخروج من ارض مصر. كان كمثل النار، يقول كده كنار آكلة على رأس الجبل، يعني شكل الجبل كده ومن فوق كده القمة بتاع الجبل زي ما يكون في نار طالعة لفوق. ده مجد الرب اللي حصل في الخروج الأول من أرض مصر، خروج 24 16 و17. ما كانش فيه الكلام اللي احنا بنوصفه، شفنا نار فقط لا غير. تعالوا بقى ناخد الكلمات النبوية دي وندرسها. كان لمعان كالنور، كان لمعان كالنور. الكلام ده مهم جدا. معظم الترجمات الانجليزي معظم، ودي حاجه غريبه انا بستغربها طبعا، واحده بعتت لي من اسبوعين رساله بتقول لي فيها انت مش عاجبك اي ترجمه من الترجمات مكتوبه على اليوتيوب، وانت مش عاجبك كاتبه كده طبعا دمها خفيف يعني اشد شعري مش عاجبك ولا ترجمه، طب انا هعمل ايه؟ لو رجعتي حضرتك اهي للآية دي اللي موجودة هنا في حبقوق ثلاثة في معظم إن لم تكن كل الترجمات الإنجليزي، النص العبري بيقول إيه؟ كان لمعان كالنور. هم راحوا حطوا لها كلمة هز، هذه كينج جيمس فيرجن and his brightness was. جبت منين هز دي؟ هز جبناها منين؟ خلوا كان لمعانه كأنه بيتكلم عن ربنا. لا الكتاب بيقول عربي دقيق جدا، لكن الإنجليزي هو مش قدامنا. New International Version His splendor، جبنا منين His دي؟ New Living Translation His coming، His جبنا منين His دي؟ English Standard Version His brightness، New American Standard Bible His. إذن كل ترجمة حطت His. أهو جبت لكم خمس ترجمات على الشاشة. النص العبري زي العربي بالظبط، مفيش His، بيتكلم عن لمعان بصفة عامة مش لمعان الرب. لما نقول كان لمعانه يبقى احنا بنتكلم عن الرب في مجيئه التاني، لكن الحقيقه لا. خلي بالكم بقى لان النص العربي دقيق، النصوص الترجمات الانجليزيه هتخليك ما تفهمش المقصود ايه. حبقوق بيتحدث عن حاجه شافها من 2600 سنه، حاجه كان مستحيل يوصفها لانها ما كانتش موجوده في ايامه. بيتكلم عن حاجه ما يعرفهاش في الحقيقه، ما يقدرش حد يتكلم عنها، لكن اللي شافه حب يوصفه. ايه اللي شافه؟ اول حاجة شاف لمعان. ايه لمعان دي؟ كلمة لمعان دي يعني ايه؟ كتبها ازاي حبقوق كلمة لمعان دي؟ كلمة نوجا بالعبري مش معناها لمعان. نوجا بالعبري معناها ضوء خاطف، حاجة تنور مرة واحدة ممكن تخلي الانسان يعمى لو شافها. في العبري في اكتر من كلمة بمعنى النور، في كلمة عادية اللمعان العادي، كلمة أوري يعني النور. لكن ودي موجودة في الكتاب المقدس؟ موجودة كتير جدا في الكتاب المقدس. طب دي استخدمها هنا حبقوق؟ لا ما استخدمهاش، استخدم كلمة مختلفة. وعلى فكرة حبقوق استخدم اللمعان ده اتكلم عنه مرتين في الإصحاح دوت، وفي كل مرة بيستخدم نفس الكلمة نوجا، بيتكلم عن حاجة غريبة، حاجة نور ساطع. في حبقوق 3:11 يقول الشمس والقمر وقفا في بروجهما لنور سهامك الطائرة للمعان برق مجدك. دي آية مهمة جدا، عدد 11. نور الشمس ونور القمر اتطفوا. ليه اتطفوا؟ لأن في حاجة أقوى منهم بكتير جت. إيه الحاجة دي؟ حاجة زي السهم
المنور، السهم الطاير، اللمعان اللي فيه برق. كتب كده حبقوق: نور سهامك الطائرة، لمعان برق مجدك. واستخدم نفس الكلمة نوجة. يا ترى حبقوق كان بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ظاهرة غير طبيعية، هوضح لحضراتكم اكتر وهشرح ونكمل النبوة، ولكن هستأذنكم في فاصل قصير ونكمل بعد الفاصل. اهلا بكم احبائي المشاهدين والمشاهدات من متابعي برنامج اقوال النبوه، برحب بكم بعد الفاصل. واحنا بندرس نص تدريجيا هقول لكم ازاي حبقوق النبي وصف حاجه من 2600 سنه مش ممكن كان ممكن يتخيلها ولا تتوصف، لان اللغه ساعتها حتى ما كانش ينفع توصف. احنا بنتكلم عن حرب نوويه، بنتكلم عن ضربات نوويه بمنتهى الصراحه. هاجي للنقطه دي بعد شويه، ولكن بسرعه دلوقتي هقول لكم ان حبقوق 3 بداية عدد 4 بيقول: كان لمعان كالنور. حصل حاجة لمعت فجأة، العالم كله شافها. واللمعان ده مش نور عادي، دي كلمة خاصة جدا، كلمة نوجة العبرية. اللي جابها تاني في عدد 11 وقال دي لما ظهرت هو سماها لمعان برق مجد الرب، سهام طائرة، ضربات صواريخ بتضرب، سماها السهام الطائرة. دي لما ظهرت في السماء خلت الشمس والقمر كأنهم معتمين، وقف في بروجهما زي ما قال حبقوق 3:11. في المرتين بيوصف نفس الحاجة، حاجة نورها أقوى من نور الشمس، حاجة نورها تفوق نور القمر. حد يقول لي طيب عادي جدا، ما ده نور مجيء الرب يسوع الثاني. أقول له لا، عاموس النبي بيقول لنا أن مجيء الرب الثاني سوف يكون مصحوب بإيه؟ مش بنور. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة، عاموس النبي استخدم نفس الكلمة نوجة في آية بها نفس الكلمة بتاعة النور العادي. ويمكن احنا خدنا الكلمة دي مرة واحنا بندرس الآية دي واحنا بندرس كلام القديس ماري إفرام السرياني عن الاختطاف في عاموس 5. يقول لنا عاموس 5:18: ويل للذين يشتهون يوم الرب. بيتكلم عن ايه؟ عن الضيقة العظيمة زي ما ماري إفرام السرياني شرح. لماذا لكم يوم الرب؟ مين عايز يحضر اليوم ده؟ هتفتكروا في ايه اليوم ده؟ هو يوم ايه؟ ظلام لا نور. نور هنا اوري، يعني مفيش نور خالص. تاني عاموس النبي بيقول انتوا بتشتهوا يوم الرب ليه؟ الضيقة العظيمة، احداث الضيقة العظيمة ليه؟ هو ظلام لا نور. اليس يوم الرب ظلاما لا نورا؟ وبيكرر نفس الكلمة تاني اوري، وقتاما ولا نور له. مجيء الرب ما فيهوش نور، عاموس 5 بيقول كده. النبي حبقوق بيقول بقى في وسط الظلمه دي بتاعت مجيء الرب هتحصل ضربات معينه، سهام، صواريخ بتضرب. هذه الصواريخ بتعمل ايه؟ لمعان شديد، ده مش نور. لا يتحدث هنا عن النور، عشان كده الناس كتيرة جدا مفسرين بيحاولوا يفسروا دي ويتأملوا في الآية دي على انها نور السيد المسيح. لا، اللحظة دي ما فيهاش نور، اللحظة دي فيها غضب وفيها خراب. هذا الخراب بعض أدوات وأسلحة بتدي بريق، بتدي لمعان شديد، لا هو نور الشمس ولا القمر، ليس له مصدر طبيعي معتاد. يوئيل النبي بيوصف نفس الحدث في يوئيل 3، يقول ايه؟ جماهير في وادي القضاء، يوم الرب قريب في وادي القضاء، وادي يهوشافاط، فبيتكلم عن نفس الكلام. الشمس والقمر يحصل لهم ايه؟ يظلمان. يقول كده بعد 15. طب والنجوم ما فيهاش فيها لمعان؟ طب الله، وبيستخدم هنا كلمة بلمعان نوجة العبرية. والرب من صهيون يزمجر ومن أورشليم يعطي صوته فترجف السماء والأرض. والرب يكون ايه؟ ملجأ لشعبي. يوئيل 3 رائع جدا على فكرة، يوئيل بيكرر نفس الكلام مرتين. يصير الرب ملجأ لشعبه، فين؟ في الموضع المعد في البرية. سيحتضن الرب هذا الملجأ من تيمان إلى جبل فران، هيحتضن الرب ويمنع دخول أي خطر على هذا المكان المعزول، آزيل، آصل، عزازيل. نربط الكتاب مع بعض بقى اللي اتفرج معانا على الحلقات دي كلها. ده مكان معزول، مكان ملجأ، الله بيحتضنه، عشان كده حبقوق اسمه حبقوق، الذي يحتضنه الله.
ودي أهم نبوة قالها حبقوق. ماذا يصف النبي حبقوق هنا؟ كان لمعان كالنور، بيصف ضربة ذرية أو ضربة نووية، مش عايزة كلام. والدليل يقول بعد كده له من يده شعاع. ايه يده له من يده شعاع دي؟ طب احنا فهمنا وحدث لمعان، كان لمعان كالنور، هو مش نور، هو اقوى زي النور بس حاجة بتلمع. وله من يده شعاع، ايه بقى حكاية له من يده شعاع؟ شعاع دي كلمة شعاع دي كلمة غريبة، يعني حتى في الكتاب المقدس حتى في العربي ما تلاقوش كلمة شعاع دي. ولو ما تروحوا للتفسيرات المختلفة حتى في الترجمات، مثلا النيو انترناشونال فيرجن كتبتها شعاع رايز فلاشد فروم هيز هاند، الانجليش ستاندرد فيرجن كتبتها رايز فلاشد فروم هيز هاند، كينج جيمس فيرجن كتبت هيز ما كتبتش رايز. يعني خلي بالكم، في ناس كتبوا شعاع زي الترجمه العربي اللي في ايدك، وزي الاي اس في الانجليش ستاندرد فيرجن، وزي الان اي في النيو انترناشونال فيرجن، لكن كينج جيمس فيرجن كتاب ترجمه الملك جيمس كتبت ايه؟ ايده فيها قرون، هي هاد هورنز هورنز كومينج اوت اوف هيز هاند. وخلي بالكم العبري بيقول قرون، الكلمه دي جت في العبري كده، يعني كلمه شعاع دي كلمه مش دقيقه، ده المترجم حب يفسر فقال هتبقى شعاع، ما دام في نور يبقى شعاع. لا ده مش صحيح، تعالوا نلتزم، لان الكلام ده في منتهى الخطوره نبويا، لو هو مش فاهمه ما يفسروش، يكتبوا زي ما هو. الكلمه العبري اللي جت هنا كيرن، وكيرن يعني قرن، ودي كلمه جت 76 مره في الكتاب المقدس، بتترجم بمعنى ايه؟ بمعنى القرن، او حاجات بمعنى القرن. جت في تكوين 22، أظن دي بقى آية مشهورة، إبراهيم هو بيقدم ابنه إسحاق ذبيحة للرب، وبعد كده رفع إبراهيم عينيه قبل ما يذبح إسحاق طبعا، ونظر لقى إيه؟ لقى كبش ممسك في الغابة بقرنيه، يعني الغابة الكبش ليه قرنين، والغابة ماسكة الكبش من قرنيه، الشجر داخل في القرنين عشان ما يجريش. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. الكلمة اللي جت في تكوين 22 هي نفس الكلمة اللي جت هنا. صحيح الكلمة دي تتفسر تفسيرات مختلفة، يعني مثلا نقدر نترجمها احيانا بقمة الجبل، وجت في الكتاب المقدس كده. ليه؟ لان قمة الجبل هو قرن الجبل، بالعبري احنا بنسميه قمة الجبل، لو عندك جبل هذه دي القمة، في العبري يسموه ايه؟ قرن الجبل، فيكتبوها قرن. زي المذبح، المذبح عامل زي الترابيزه دي، والاربع اركان بتاعه المذبح في كل كورنر بتبقى فيه بروز كده، حاجه زي البارزه كده، ده بيسموه ايه في العبري؟ قرن المذبح، او ركن المذبح، او زاويه المذبح، جت كده في الكتاب. وهكذا القرن بمعنى الشفار اللي بيتضرب بيه البوق، ده يعني قرن. ليه؟ لانهم زمان كانوا بيعملوا البوق من قرون الحيوانات، اهو ده الشفار او القرن اللي قدامنا. فلما الكتاب يقول القرن بمعنى البوق، لان البوق زمان كان بيتعمل من القرن، قرن الحيوانات. وهكذا زي ما كانوا يقولوا مثلا عن القنينة بتاعت الزيت والدهن يسموها قرن الدهن، لان زمان كانوا بيعملوا القنينة من القرون. وهكذا لكن له في يده قرون، من امتى كلمة الشعاع هو القرن؟ ولا آية واحدة في الكتاب المقدس بتخلينا نستخدم كلمة قرن بمعنى شعاع. فليه نترجمها هنا له من يده شعاع؟ لا، هو له في يده قرون. وما هي القرون نبويا؟ القرن في نبوات الكتاب المقدس وبالذات في النبوات الأخيرة يرمز إلى القوة والسلطة السياسية والقوة العسكرية. هندرس الكلام ده وإحنا بندرس ضد المسيح في دانيال 8، في دانيال إصحاح 8 جت الكلمة دي اللي هي القرون دي، جت 9 مرات، 9 مرات في صحة واحد في دانيال 8. ليه؟ احنا بنتكلم هنا عن السلطة السياسية، عن ضد المسيح، عن المملكة الرومانية، بنتكلم عن ممالك، عن أمم، عن قوة. وله في يده قرن، قوة الرب، مجد الرب سيظهر في تنظيم الأمة اليهودية، يبقوا سلطة سياسية وقوة عسكرية ضاربة. النبوة بتقول كده.
المفسرين بيختلفوا مع بعض في الآية دي، بيسموها معركة light or might، يعني بيسموها كده المفسرين. بعض المفسرين بيتمسكوا بكلمة شعاع رغم ان النص الاصلي ما فيهوش شعاع خالص، وبعض المفسرين بيقولوا لا نرجع للنص الاصلي، هو قرن، والقرن يعني ايه؟ يعني مايت، يعني قوة، يعني سلطة سياسية وعسكرية. Is it light or might؟ هل ده نور شعاع ولا سلطة سياسية وعسكرية؟ القديس جيروم، وده قديس مفسر مشهور جدا، اعترف وقال هذه الكلمة هي قرن، وقال القرن بمعناه القوة. يبقى إذن الآية بتقول كان لمعان كالنور، شاف حبقوق حاجة بتنور بشكل مش عادي، وبعد كده ربنا استخدم بقوته إنه عمل قوة سياسية وعسكرية لهذا الشعب الضعيف. هناك استطاروا قدرته. أنا معلش هجري بسرعة معاكم، استحملوني لأن في حاجات نبوية كتير عايز أقولها. هناك استطاروا قدرته يعني إيه؟ بص معظم الترجمات الإنجليزي تاهت في الجملة دي، لكن أنا عجباني جدا الترجمة الإنجليزي اليهودية اللي هو التناخ. اليهود سنة 1917 عملوا ترجمة الجي بي اس تناخ، اللي هي ترجمة إنجليزي لليهود اللي ما بيعرفوش يقروا عبري. التناخ ترجمتها ازاي؟ And there is hiding of his power. دي كلمة مهمة جدا. العالم كله بيتضرب ضربات نووية، أما شعب الله فمستخبي، صنع لهم مخبأ. ترجمة السبعينية فهمت نفس الكلام. ترجمة هناك استطار قدرته ترجمتها he made a hiding place، الترجمة السبعينية. صنع الله لهم ملجأ، مخبأ نووي. إذن هناك الله صنع مخبأ. كلمة استطار أو فعل استطرت، العبري خبيون جاء من كلمة اختفى، خفاهم. كل العالم بيعرض إلى مصائب وهم مخفيين مستخبيين. الفعل كده جه 5 مرات في العهد القديم. فهو ده المقصود. ابن عزرا المفسر اليهودي بيقول المقصود بها أن تابوت عهد الرب مختبئ في هذا المكان، مكان بصرة. قال كده في التفسير بتاعه، مش قادر يتخيل المعنى، لأن بيقول اختباء قدرة الله، والتابوت هو تابوت عز الله، يعني تابوت قدرة الله. طبعا بيشير إلى مزمور 132:8 عن تابوت العهد، لكن لا، موضوع بسيط جدا. في هذا الموضع سلاح في أرض بصرة سيكون مخبأ، سيصنع الله مخبأ. حبقوق هنا بيوصف الرعب النبوي. تعالوا بقى أرجعكم للآيات اللي أنتم معظمكم حافظينها، اقروها دلوقتي بس بطريقة جديدة بقى. حد يقول لي هل ده ممكن يحصل؟ مع أنه لا يزهر التين، يا الشجر يبطل يطلع ثمر، ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة، والحقول لا تصنع طعاما، يعني المزارع بتاع العالم كله مش هتطلع أكل، ينقطع الغنم من الحظيرة، يعني الحيوانات هتموت، ده بيتكلم عن العالم كله اهو، ولا بقر في المزاود. ايه ده؟ فاني ابتهج بالرب. طبعا واحد يقول لي ده يقصد بها مهما كانت المشاكل. ده صحيح، مهما كانت المشاكل حواليك سوف يمشيك الرب على مرتفعاتك. مكتوب كده يمشيني على مرتفعاتي. ده صحيح، صحيح من ناحية المعنى الباطني الرمزي التأملي، لكن حرفيا ممكن الكلام ده يتم؟ ممكن تتخيل العالم بلا اي ثمار ولا نباتات ولا مزارع ولا حيوانات؟ ايه اللي ممكن يخلي ده يحصل؟ لو انا سألتك الآية دي ممكن تحصل حرفيا امتى؟ في موقف واحد بس، وشفناه في التاريخ، في ضرب هيروشيما وناجازاكي بالأسلحة بالقنابل الذرية. لو تعرض العالم لضربة نووية سيحدث هذا الكلام. وعلى فكرة نبوءة الخراب النبوي موجودة في 9 نبوات في الكتاب المقدس عن الخراب النبوي. زكريا 14 عدد 12، احنا ما درسناش الآية دي، كنا مأجلين، ان شاء الله هندرس النصوص دي واحنا بنتكلم عن معارك حرب هرمدون. وهذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على أورشليم، شعوب العالم اللي جايين يحاربوا أورشليم. لحمهم يذوب وهم واقفون. حد شاف ده؟ حصلت مرة
انا عندي كتاب بيوصف اللي حصل في هيروشيما وناجازاكي. واحده شافت الكلام ده بالفعل، قالت الناس كانت بتدوب وهي واقفه، اللحم يدوب وفجاه يبقى هيكل عظم، لحمهم يذوب وهم واقفون على اقدامهم، عيونهم تذوب في اوقابها ولسانهم يذوب في فمهم. زكريا 14:12 بيتكلم عن ايه؟ حرفيا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ضربه نبويه. مفيش اي حاجه تاني غير ضربه نوويه. هناك استطار قدرته. الوقت بتاعي بيجري، وانا كان عندي كنت عايز اتكلم عن امور اخرى، ولكن النص نبوي، نص نبوي مهم جدا. حبقوق 3 نص بيتكلم عن امور في منتهى القوه. لكن يهمني بسرعه عايز اقول لكم بس، واحنا مش هندخل في التفاصيل كتيره. قدامه ذهب الوباء. الوباء دبار. الوباء مش معناه وباء، الوباء بيترجم الكلمه هنا دبار بتترجم وباء وطاعون، لكن الكلمه مش كده. الكلمه معناها مرض يفني الناس، مرض يبيد الناس، يبيد الناس، لان الوباء بيموت عدد كبير لكن ما بيبيدش. مكتوب كده في الكتاب المقدس، هو بيشرح في شرح تفصيلي في رسالة الله لفرعون في خروج 9، يقول له ايه؟ ها يد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل، وعلى الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم. ايه ده؟ وباء ثقيل جدا. في خروج 3 ربنا بيقول ايه؟ بيقول للشعب ايه؟ انه الان لو كنت امد يدي واضربك بالوباء لكنت ايه؟ تباد من الارض. هو ده الوباء. الوباء حاجة تبيد الناس. ربنا قال كده في خروج 3:15، لو ضربتك بالوباء هتباد من الأرض. الكلمة دي اللي احنا ترجمناها وباء سواء في خروج أو في حبقوق مش معناها وباء، معناها إبادة جماعية. وعند رجليه خرجت الحمى، يعني وجود الرب وسط شعبه منع الإبادة بسبب الضربات النووية. وعند رجليه خرجت الحمى، خرجت النار، خرجت النار، هربت النار. دي مش حمى، كلمة حمى موجودة في العهد الجديد القديم، لوين 26 وتثنية 28، ودي كلمة تانية الحمى. لكن الكلمة اللي موجودة هنا دي مش حمى، كلمة رشك. رشك مش معناها حمى، معناها نار بتطير، نار بتطير بالظبط كده، سهم مشتعل. احنا بالعربي يقولك رشق السهم، لكن بالعبري يعني سهم مولع طاير. هي دي الكلمة، الحمى اترجمت هنا حمى، وجت 7 مرات في العهد القديم. ما عنديش وقت اشرحها، ولكن في مزمور 76 اتكتبت عنها ايه؟ انها القسي البارقة، يعني القوس اللي بيطلع سهم بيبرق. بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن حرب نووية، بيتكلم عن حرب نووية. وهكذا لغاية نهاية النبوة في حبقوق 3. عايز اقف معاكم في دقيقة واحدة، عايز اقولك هيجي لحظة ارميا النبي بيقول ان العالم كله هيبقى بيدور على السلام. يقول كده ارميا، اتكرر الكلام ده مرتين، ارميا 6 وارميا 8، لأنه من صغيرهم إلى كبيرهم كل واحد هيبقى مولع بالربح، من النبي إلى الكاهن كل واحد بيعمل بالكذب. وبعدين إيه؟ قائلين، بيقولوا إيه؟ سلام سلام. العالم بيبقى فاكر إنه عايش في سلام. يقول لنا كده أرميا 6:14، سلام قائلين سلام سلام ولا سلام. نفس الكلام اتكرر في أرميا 8:11، سلام قائلين سلام سلام ولا سلام. ليه؟ العالم بيدور على السلام وهيحلم بالسلام وسوف يظن أنه سوف حصل على السلام في أثناء الضيقة العظيمة، ولكن يأتي الموت بغتة والخراب بغتة. ليه؟ يقول كده بولس الرسول في تسالونيك الثانية، الرسالة الشهيرة اللي بتكلم عن المجيء الثاني، أمين هو الرب وحده الذي يحفظكم من الشرير. لا يوجد أي شيء يضمن ليك سلامك، سلام أسرتك، سلام أبنائك في وسط هذا الكلام الصعب اللي احنا قريناه نبويا، إلا التجاءك إلى الرب وحده. يقول المزمور، الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. لو أنت موجود مع الرب لا تخشى،
لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. ده اللي هيحصل فعلا. الأرض هتتزحزح، هتتزحزح، الأرض هتتحرك، الجبال سوف تعج وتجيش مياه البحار، تنتزع الجبال بطموها. وبعدين يختم المزمور 46 الآية اللي أنا قريتها دي، اللي هي مزمور 46 واحد لثلاثة، ما عدا سلاح، ما عدا مكان العزلة، ما عدا مكان الحماية. وأراكم في حلقة قادمة من برنامج أقوال النبوة، وأنا بتمنى أن كل واحد منكم يكون متأكد أنه محمي، أنه في ملجأ، أنه ضامن أمانه وسلامه في تلك الأيام، لأنه صالح هو الرب، حصن في يوم الضيق، وهو يعرف المتوكلين عليه. أراكم في الحلقة القادمة من برنامج أقوال النبوة، أنت أنا الرب ولم يأتي.